الكرام عشاق الأصالة، تتواصل الأشواط وتتجدد في صباح هذا اليوم ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي في المرموم بمنطقة السيلي. تتواصل الأشواط بعد الانتهاء من أشواط الانتاج، انطلق أول الأشواط المفتوحة، الأشواط النقدية المفتوحة انطلق أولها وهو الشوط الخاص بالأبكار المحليات الأصايل التي تندفع في هذا الشوط اللقاية بشعارات أبناء القبائل الحاضرة في ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر. انطلق الشوط وانطلقت الأمال مع المشاركين في تحقيق هذا الشوط، في تحقيق الفوز في هذا الاندفاع والانطلاق. نسير مباشرة لنبحر مع المراكز الأولى وتتصدر وتتقدم مهمة بالمركز الأول. سالم بن عبد الله النعيمي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني وثاني المراكز تتواجد في احترام تعود ملكية الخالد بن حمدان بن مبارك الشامسي على المركز الثاني. أشوف المركز الثالث، ثالث المراكز اللي من الجانب الآخر وشعار بالحب على ما قطعت، ولكن هذا بن دري المنصوري يتقدم كذلك وياتي بالمدينة مهير بن محمد بن مهير بن دري المنصوري المركز الرابع. شكرا يا الجمري 23. هذه شواهين سعيد بن يابر بن سعد بن مرسان الهاجري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز السادس هذه اللي تقدمت، هذه منصورة لخليفة بن مطر بن عبيد الطنيجي على المركز السادس. المركز السابع وهذه نشرة الخزع بن محمد بالقرين العامري، والمركز الثامن هذه اللي وصلت، اللي انطلقت مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه تقدمت اللي هي الغزيل لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات تاسع المراكز. وشوف الارقام، وهذه منوة تعود ملكيتها مبارك بن مظفر بن محمد العامري، ووصل بن قحيد هذه هملولة حمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري من حقق نقطة في هذا الانطلاق. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، في أول أشواط النقدية، في أول الأشواط النقدية في الشوط الثالث عشر في المجموعة، في الأشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم في هذه الانطلاقات. ونعود إلى المدينة مهير بن محمد بن مهير بن دري المنصوري يتقدم مالك المدينة على المركز الأول وتسيطر على مقدمة الشوط، تليها في المركز الثاني. وهذه شواهين سعد بن يابر بن سعد بن مرسان الهاجري يتقدم على المركز الثاني في هذه الانطلاقات، وثالث المراكز هذه اللي وصلت منصورة خليفة بن مطر بن عبيد الطنيجي يتقدم مع منصورة إلى مكان النصر، إلى مكان الناموس. المركز الرابع وهذه الرابعة اللي وصلت هذه الغزيلة لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي. ركز يا أبو سالم، ركز في مسار الشوط في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع. نسير مع المركز الخامس بن قحيد، وصل بن قحيد وتقدم بن قحيد، وهذه اللي انطلقت هملولة حمدان بن محمد بن قحيد المهيري. وهناك الأسماء قادمة من كل حدب وصوب. شوو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 و
اوف اللي وصلت الله يا سلام، هذه نشره الخزع بن محمد بالقرين العامري، وشوف 95 شوف الاسماء هذه زاهيه زاهيه، محمد بالصغير بن قنون الكتبي يتقدم في مالك زاهيه، ولكن هنا شوف هذه اللي وصلت احترام لخالد بن حمدان بن مبارك الشامسي، وايصعوا بن بدر، بن بدر ما شاء الله الشاهينيه عند رقم 101، بن بدر حميد، بن بدر العليلي الشاعر، الشاعر بوسيف، واصل 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 واصل، والله يعرف الناموس ويعرف الركض والسبق، بن بدر، بن بدر العليلي حميد، بن بدر العليلي، الله يا سلام، شوف شوف شوف، راح المدهوش راح، راح المدهوش راح، ولكن الهجوم وارد، غير بن بدر الشاهينية، حميد بن سيف، بن بدر العليلي على المركز الأول، على الانطلاق الأول، راح بن بدر راح على الناموس والفوز حتى هذه اللحظات، المركز الثاني شوف اللي وصلت، اللي وصلت هذه امتياز سعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي على المركز الثاني، والمركز الثالث شعار بالطير هذا يا الجمري، ولا بنشوف بن رشيد احمد بن سلطان بن رشيد يتقدم شعاره كذلك على المراكز الاولى، ولا زالت اللي هي امتياز سعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي مسيطره، واحمد بن سلطان بن رشيد على المركز الثاني، بنشوف هناك هذه اللي وصلت، اللي وصلت اللي هي جواهر لاحمد بن سلطان بن رشيد، والشاهينيه هادف بن عفصان ايضا وصلت في الامتار الاخيره يا ابو حمد، ولكن راح الشامسي، راح الشامسي بناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات، امتياز امتياز امتياز، تتميز بأداها بشكلها بركضها سعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي على المركز الاول، على الانطلاق الاول مسيطر مسيطر، شكرا ابراهيم الغفيلي في تضميرها، تهانينا والناموس لسعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي على هذا الفوز، اداها وشكلها جميل ونهايتها قويه ما شاء الله، المركز الثاني جواهر لاحمد بن سلطان بن رشيد، الشاهينيه الثالثه لحميد بن سيف بن بدر العليلي، المركز الرابع رقمها الهادف الهادف بن حمد بن عفصان المنصوري، والمركز الخامس يا الحبسي الخامسه، المركز الخامس اللي وصلت فيه مشاهدي الاعزاء لسلطان بن محمد بن مرخان المنصوري، هكذا كانت النتيجة الحاضرة في هذا الشوط، نعود إلى التوقيت الزمني في هذا المسار، 7:27.9 من الثانية، تهانينا والناموس لسعيد بن عبد الله بن مصبح الشامسي، وسلام عيناوي سلام على فوز امتياز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني شكرا مخرجنا أبو عدنان كذلك في هذا الإبداع، المركز الثاني 7:32.1 من الثاني، هذه جواهر لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير كذلك المقدم هذا الشعار، المركز الثالث الشاهينية 7:32.3 من الثانية، صباح الخير لحميد بن بدر العليلي على هذا